أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بالبنط العريض، معكم فيها محمد السعودي، والبداية بعناوينها. إذا نبدأ بصحيفة الانتباه، وجاء فيها حل اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي الثورة وتشكيل أخرى. إلى صحيفة سوداني، ومنها نطالع تصريحا للبرهان: قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانا للمزايدة السياسية. وإلى سودان تريبيون، ومنها نطالع: الشركة الصينية للبترول تقدم تصريحا: إغلاق ميناء تصدير نفط جنوب السودان كارثة حقيقية. وإلى أخبار اليوم، ومنها منشد جاء بعنوان: سبع حالات طلاق في الساعة بالبلاد. إلى صحيفة الوطن، ومنها نطالع: ارتفاع جنوني، 75 جنيها سعر الرغيف التجاري في مخابز الخرطوم. وإلى وكالة السودان للأنباء، ومنها نقرأ: وزير الاستثمار يبحث مع شركة السامرية القطرية فرص الاستثمار بالسودان. وأخيرا ومن هلالنا: التعادل يخيم على لقاء الهلال وسك حديد المصري. إذن مشاهدينا الكرام، هذه عناوين الحلقة، ونبتدر أولى فقراتها بأعمدة الرأي والمقالات. جاء عمود هذه الحلقة للكاتب والصحفي الدكتور حيدر المكاشفي، حيث جاء عموده بعنوان: مدنيو الانقلاب الأخير من هم؟ يبتدر الكاتب عموده قائلا: منذ إعلان إحباطها في 21 من شهر سبتمبر الماضي، ومرور 20 يوما عليها، لم تعلن السلطات عن أي معلومات جديدة عن المحاولة الانقلابية الأخيرة وما كشفته التحقيقات التي قيل أنها تمت مع الانقلابيين. ما توفر فقط من معلومات حتى الآن أن عسكريين ومدنيين ضالعين في المحاولة الفاشلة، وأن اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي هو قائد الجانب العسكري في المحاولة، إضافة إلى عدد آخر من الضباط من بينهم ذوي رتب صغيرة وضباط صف وجنود، فيما لم يكشف عن أي اسم مدني ضالع في المحاولة حتى الآن، ولا حتى الرأس الذي قاد المدنيين. وكان جدالا كثيفا مثيرا حول هذه المحاولة في وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسم حولها المعلقون، منهم من صدقها، بينما كذبها آخرون وعدوها مجرد مسرحية ألفها المكون العسكري لقياس مدى تقبل الرأي العام للانقلاب. وذهب البعض للربط ما بين المحاولة ومخططات تهيئة المناخ من خلال إشاعة الفوضى والانفلات الأمني وإغلاق الشرق. أما بعضهم فلم يخفي احتفاءه بالمحاولة بمظنة أنها ستكون بعد فشلها بمثابة جرس إنذار للحكومة كي تجتهد في إنجاز أهداف الثورة وتغادر محطة التلكؤ والبطء. هنا يطرح الكاتب سؤالا عن من هم هؤلاء المدنيون المتورطون في المحاولة، وما زال مشرعا ومشروعا ولم يجد إجابة، ولم يكشف حتى عن اسم من يقف على رأس المكون المدني الانقلابي. المعلومة الوحيدة عن الجانب المدني أوردتها الصحيفة أو صحيفة السياسة الإلكترونية، إذ نقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة أن عددا من المتهمين المدنيين لا يزال فارا، بينما تم التحفظ على كل من له صلة من العسكريين. ووفقا لمعلومات الصحيفة، أن أحد المتهمين المدنيين الرئيسيين يدعى خاء ألف ميم، سبق أن أدين في محاولة انقلابية إبان النظام البائد، لا يزال فارا ويجري البحث عنه. وبحسب المعلومات المتوفرة للصحيفة، إن المتهم الذي كان مسؤولا عن الخلية المناط بها تفجير كيبلات الاتصالات وتسببت في حريق أشقاء اثنين يتلقون العلاج حاليا في السلاح الطبي، إن هذا المتهم بعد تعرض الشقيقين للحريق أثناء محاولتهم تفجير الكيبلات رفض نقلهم للمستشفى، واستأجر لهم شقة في أحد أحياء الخرطوم، وانتدب لهم طبيب امتياز ليشرف على مداواتهم رغم حالتهم الحرجة والتي كانت تستدعي دخولهم المستشفى.
هذا وقالت مصادر الصحيفة إن المتهم حاول الفرار خارج السودان بمساعدة زوجته وخالها، حيث قامت الزوجة باستخراج فحص كورونا للمتهم، كما قامت بالاستفسار في المطار عن ما إذا كان اسم المتهم مدرجا على قوائم الحظر، مما جعلها تواجه تهمة مساعدة متهم على الهرب، وتم ضمها للبلاغ المفتوح في مواجهة زوجها، وباتت جزءا من إجراءات الاتهام. وسعت بمساعدة خالها الذي تم التحفظ عليه هو الآخر لإيجاد تأشيرة دخول للمتهم إلى إحدى الدول. وحول ما أثير في الوسائط بأن الاستخبارات اعتقلت زوجة المتهم لابتزازه، قالت المصادر إن هناك متهمين فارين، والجهات المختصة على علم بأن أسرهم وزوجاتهم على اتصال بهم، غير أنهم لم يحاولوا مساعدتهم على الفرار، وبالتالي لم يتم اعتقال أي متهم. وأكدت المصادر أن لا تاريخ القوات المسلحة ولا أخلاقها تسمح بأن يتم اعتقال أفراد الأسر لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم، مشيرة إلى أن المتهم المذكور هو من أشرك زوجته في عملية فراره، وهو ما جعلها عرضة للمساءلة، مؤكدا أنها ستواجه العدالة في حال سلم المتهم نفسه أو لم يسلمها باعتبارها الآن جزءا من الاتهام. وعليه وبناء على هذه المعلومات يبقى من المهم على السلطات أن تصدر نشرات رسمية تحوي أسماء وصفات وصور المدنيين الفارين وتعممها على كل أجهزة الإعلام والمعابر، وتطلب من المواطنين الإدلاء بأي معلومات عنهم كما هو معمول به في مثل هذه الحالات. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عمود الحلقة، فاصل قصير ونلتقي مجددا في الفقرة التحليلية.